أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بسم الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد أيها الأحباب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في ليلة جديدة من هذه الليالي الإيمانية الكريمة المباركة، حيث نتابع مع حضراتكم ليالي وندوات هذا الأسبوع الثقافي السابع لسنة 2022، والذي يقام هذا الأسبوع بمسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة تحت عنوان مخاطر الإلحاد، تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف بإشراف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. هذه الموضوعات المهمة التي تستحق أن تكون على رأس كل القضايا والمناظرات التي يجب أن تناقش وتحدد أسبابها وحل هذه المشكلات التي تواجه الأفراد والمجتمعات. أيها الأحباب، مناظرة الليلة ومحاضرات الليلة التي تحت عنوان مخاطر الإلحاد هي ضمن سلسلة المخاطر التي تناقشها وزارة الأوقاف خلال هذا الأسبوع. بالأمس دار الحوار حول خطر مجتمعي، وبالأمس كان حوار حول أحد هذه المخاطر، وفي الغد إن شاء الله سيكون أيضا حوار حول مخاطر الإدمان. هذا الموضوع المهم، مخاطر الإلحاد، الذي سنناقشه الليلة، ولكن بعد أن نستهل هذا اللقاء بخير الكلام وأطيبه، يحضر معنا من القراء القارئ الشيخ محمد جمال شبانة، ومعنا متحدثا حول هذه القضية المهمة مخاطر الإلحاد الدكتور أحمد سليمان، أحمد علي سليمان
عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. معنا أيضا الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، ومعنا مبتهلا الشيخ أحمد عبدين. يحضر معنا من رجال الأوقاف فضيلة الشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة الأوقاف بحي النزهة، ونحن في ضيافة الدكتور حمادة القناوي إمام مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة، حيث نعقد الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. نبقى مع آيات بينات نستهل بها فقرات هذه الليلة مع القارئ الشيخ محمد جمال شبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ادفع بالله
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. استمعنا أيها الأحباب إلى تلاوة قرآنية كريمة من القارئ الشيخ محمد جمال شبانة جزاه الله خيرا، استهللنا بها فقرات هذه الليلة الثقافية الإيمانية التي نتابع فيها ليالي الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وتشرف عليه وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، يقام تحت عنوان مخاطر الإلحاد. ولمن لا يعلم حقيقة هذا المصطلح، الإلحاد في معناه العام هو عدم الاعتقاد بوجود آلهة أو عدم الإيمان بإله، وهذا ينافي أو يسمى تحت عنوان غياب الاعتقاد بالألوهية، وهذا لا يقبله عقل، إذ مقتضى مصطلح الألوهية أن هذا الكون الذي هو أمامنا منظور ومشاهد يدل على أن لا بد لهذا الكون من خالق خلقه ويسيره. البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفلا يدل كل هذا على وجود اللطيف الخبير سبحانه؟ أيها الأحباب، وفي متابعة مهمة لهذه القضية المهمة التي هي على رأس سلسلة من المخاطر التي وضعتها وزارة الأوقاف للمناقشة والحوار خلال هذا الأسبوع الثقافي السابع، فبالأمس كان الحوار حول مخاطر الشذوذ والانحراف، وها هو حديثنا اليوم حول مخاطر الإلحاد، وفي الليلة القادمة بمشيئة الله سيكون الحوار حول مخاطر الإدمان. هيا بنا نطوف بحضراتكم حول هذه القضية المهمة، أسبابها ومخاطرها وعلاجها.
حول مخاطر الإلحاد، نستمع إلى هذه الكلمة من الدكتور أحمد علي سليمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فليتفضل. الحمد لله الذي أقام من كل موجود دليلا على عزته، ونصب علم الهدى على باب حجته. الأكوان كلها تنطق بالدليل على وحدانيته، وكل موافق ومخالف في الخلق يمشي تحت إرادته ومشيئته. إن رفعت بصر الفكر ترى الفلك في قبضته، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى، وتبصر شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا ومولانا ومصطفانا محمد رسول الله إمام المرسلين وقائد الغر الميامين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فاللهم اجزه يا رب العالمين خير ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته يا رب العالمين. أيها السادة، في مستهل كلمتي أشكر الله تعالى الحكيم الأحكم، أشكر الله تعالى الحكيم الأحكم العظيم الأعظم الكريم الأكرم الذي هيأ لنا سبيل الإيمان وجمعنا في هذا المكان، في هذا البيت العامر، في هذا البيت المبارك، وفي هذا الوقت المبارك، وفي هذا الجمع المبارك، لنتحدث في قضية من أخطر القضايا على الساحة الدولية، وهي قضية الإلحاد. وفي هذا المقام نشكر من أجرى الله عز وجل الخير على أيديهم لنجتمع في هذا المكان، ونخص بالذكر وزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة ورجاله العلماء حفظهم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا جميعا جميعا من هنا إلى هناك إلى قيد الرحمن جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل هذا العمل من الجميع. أرحب بالجمع الكريم، وأرحب بالمنصة الكريمة، وأرحب بحضراتكم، كما أرحب بالسادة المتابعين لنا حول العالم. ويسرني أيها السيدات والسادة، يسرني أن أخاطب العالم المؤمن، المؤمن بالله من هنا، من قاهرة المعز، من أرض الكنانة، من مصر الأزهر، من مصر التوحيد، من مصر التي صدرت للعالم وما تزال وستظل صدرت للعالم الأمن والأمان والإيمان، من مصر التي تمتلك مؤسسة دينية عظيمة تؤمن إيمانا راسخا بالله الواحد. أيها السادة، موضوع الإلحاد موضوع كبير وخطير، والحديث عنه أو فيه يحتاج إلى وقت طويل، ولكنني في البداية، ولكننا جميعا في البداية نقر جميعا لله تعالى بالألوهية،
نقر لله بالألوهية والوحدانية والقدرة والعلم والإرادة والمخالفة للحوادث، ونقر له بكل صفات الكمال والجلال، ونعتذر لك يا ربنا في عليائك عن تقصير المقصرين وعن نكران المنكرين. اللهم إنا نشهدك يا رب العالمين أننا نؤمن بك ونؤمن لك ونؤمن بما نزلته على رسلك ونؤمن بملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر ونؤمن بالجزاء والحساب والجنة والنار، ونؤمن أن الله الحكيم العليم يعلم دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فأي همسة على أديم الأرض وأي حركة في أعناق السماء وأي نبضة في الهواء وأي ذرة في أعماق البحار لا تقع ولا تحدث ولا تتحرك إلا بعلم الله، إلا بقدرة الله، إلا بمراد الله وإرادة الله جل في علاه. أيها السادة، ما هو الإلحاد؟ الإلحاد في اللغة يعني الميل، يعني الميل والعدول عن القصد والحق. وكانت العرب قديما تطلق صفة الإلحاد على أي أحد أظهر بدعة وإن كان مؤمنا بالله. والإلحاد في الإصطلاح هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة إنكار وجود الله، إنكار الخالق العظيم حاشا لله، والقول بأن الكون وجد بلا خالق، وينكرون القضية الإيمانية بأمتها. فالإلحاد ينكر الغيب تماما، وبالتالي لا يؤمنون بوجود الملائكة ولا الجن، ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالجنة ولا النار وهكذا. فإن الإلحاد أيها السادة يشمل كل أنواع الكفر والشرك بالله والعياذ بالله. أيها السيدات والسادة، ألخص كلمتي في نقاط. أولا، أن الإيمان بالله هو الأساس الذي كان عليه آدم وذريته من بعده منذ أنزله الله إلى الأرض. أما الإلحاد أيها السادة فقد كان أمرا طارئا على البشرية، وفكرة الإلحاد برمتها صنيعة شيطانية، فالشيطان هو أول من كفر بالله، وهو الذي نطر بذور الكفر بالله في هذه الحياة، وهو الذي توعد بإغواء المؤمنين. وبالتالي فالإلحاد فكرة خبيثة وباطلة لا يقبلها عقل ولا يقبلها منطق. أيها السادة، كان الإلحاد في الزمن القديم يختلف قوة وضعفا باختلاف القائمين عليه، فمنهم من كان إلحاده يكمن في إدخال شركاء مع الله كالوثنيين والمجوس، وهم أكثرية الملحدين وقت ذاك. يقول الله عز وجل على لسانهم، كانوا يؤمنون بوجود الله ولكنهم كانوا يعبدون الأصنام بحجة أنها تقربهم إلى الله. قال الله على لسانهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومنهم من كان إلحاده في البعد عن الله وهم الدهريون، قال تعالى حكاية عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم تطورت فكرة الإلحاد وعمدت إلى إنكار وجود الله بالكلية، وظل الصراع أيها السادة قائما على أشده وظل الصراع أيها السادة قائما على أشده بين أولياء الله الموحدين وبين أولياء الشيطان الملحدين، إلى أن جاء الإلحاد الحديث على يد ماركس وأتباعه، فإذا به يقوم على محاربة الله وعلى محاربة رسول الله
وعلى محاربة أديان الله، بل إنكار وجود الله جل في علاه. وقد أراد الله عز وجل أيها السادة، أراد أن يظهر للعالمين كذب الملاحدة، فإذا بالقوة التي كانت تمثل قمة الإلحاد تموت في عقر دارها، وإذا بالشعوب المقهورة تعود إلى الاحتفاء بالأديان وتعلن ما كانت تخفيه من حب الله وأنبيائه ورسله، ويرجعون إلى المساجد والكنائس والمعابد معلنين ربضهم للفكر المادي. ثم أيقظه الشيطان وأتباعه من جديد، ولكن بثوب جديد، حيث يعيدون نشر الإلحاد بين الحين والآخر، حتى انتشر في عدد من دول العالم الغربي والشرقي، ولكن بشكل عنيف. فإضافة إلى محاربة الله ورسله وكتبه والأديان، فإنهم يعمدون إلى ضرب المرجعية، التشكيك في مرجعية الله، والله يقول إنا إلى ربك الرجعى، التشكيك في مرجعية رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، التشكيك في مرجعية الكتاب والسنة والقيم والأخلاق والأعراف الدينية والوطنية واللغة، التشكيك في الرموز الدينية والتاريخية والقدوات الفكرية والوطنية. وهذا هو مكمن الخطر أيها السادة. وأيضا يقومون بالعمل على هدم الدين من الداخل بأيدي بعض أبنائه، والقيام بحملات متتابعة للطعن في الثوابت وفي المقدسات، ومحاولتهم أيضا شغل الأمة عن بناء مستقبلها وازدهارها، ومحاولتهم الخبيثة زرع الفتن وإحداث الوقيعة بين الشعوب وبين حكامها، وأيضا إغراق الأمة في عدة مشكلات وصراعات فكرية عقيمة، ومحاولتهم خلق بيئة يسودها الشك، بحيث تكون حاضنة لأفكار الملحدين، وحاضنة للتفلت من أي التزام ديني أو قيمي أو أخلاقي، لإحداث الفوضى بمعناها الشامل، ومن ثم التمكين لتحقيق مخططاتهم الخطيرة. ثانياً، أن البيئة المصرية والعربية والإسلامية أيها السادة بيئة مؤمنة بفطرتها النقية، وإذا كان الإلحاد يمثل ظاهرة في بعض المجتمعات الغربية والشرقية غير الإسلامية بسبب عوامل كثيرة هيئتها للإلحاد، حيث يذكر بعض الباحثين أن العالم فيه السدس ملحدين 1/6. أما في بلادنا حفظها الله، فلا يمكن أبداً وصف الإلحاد في بلادنا المصرية والعربية والإسلامية بأنه أصبح ظاهرة، فنسبته ضعيفة جداً جداً. فالإسلام أيها السادة كما تعلمون دين قوي، دين متين، دين راسخ وليس هشاً. ومع ذلك لا يمكن السكوت والغفلة عن هذا الخطر الداهم، حتى ولو استهدف نفراً قليلاً من شبابنا. وحسناً فعلت وزارة الأوقاف المصرية حينما اختارت هذا الموضوع لهذه الندوة. ثالثاً، هناك فرق كبير بين حرية المعتقد التي نؤكد عليها والمكفولة بالدستور، وبين الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار. فحرية المعتقد مكفولة، أما الاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقها من الداخل، فهو أمر لا يمكن أن يقبله أحد. رابعاً، أن الإلحاد مذهب هدام، وهو أنواعه، ومن أخطر أنواعه الإلحاد المصنوع الموجه والممول والممنهج لهدم المجتمعات والدول، والعمل على إضعافها وإفشالها وإسقاطها. ومن ثم أيها السادة، إذا سقطت الدول لا قدر الله، فيسهل التحكم فيها من الأعداء ومحو الدين والإيمان من جنباتها. ومن هنا نؤكد على أمرين: الأول، الإشادة بأجهزتنا الأمنية والسيادية، وتلك التي تسهر على أمن البلاد والعباد
وحماية البلد من المخاطر. والثاني نؤكد على أهمية بناء الدولة، وعلى أهمية استقرار الدولة، وعلى أهمية قوة الدولة، وعلى أهمية ترابط لحمتها الوطنية والحفاظ عليها من أعداء الداخل والخارج. فالدولة القوية هي التي يزدهر فيها الإنسان، وتزدهر فيها الأديان، وتنطلق إلى آفاق التقدم والازدهار. خامسا، أسباب انتشار الإلحاد: الانفتاح الثقافي والإعلامي على المجتمعات الملحدة، ضعف الوازع الديني لدى طوائف من المجتمع المسلم، والغربة التي يعيشها بعض المسلمين عن دينهم، إغواء الشيطان لبعض ضعاف الإيمان، رغبة بعض ضعاف الإيمان في التفلت والانفلات التام عن الدين وأوامره ونواهيه لتحقيق رغباتهم الشهوانية المختلفة، طغيان بعض الديانات المحرفة جاءت بأفكار لا يقبلها عقل ولا منطق، ظهور بعض المذاهب الاقتصادية التي أمست كابوسا ثقيلا على النفس تستعر فيها الأنانية والجسع بغير حساب، كالرأسمالية المتوحشة التي سهلت الأمر على الملاحدة للوصول إلى قلوب الناس من خلال التضليل عليهم ومن خلال إيهامهم بأن في النظام الإلحادي الجديد كل ما يتمنونه من السعادة والعيش الرغيد. حالة الانبهار التي أصابت بعض قلوب ضعفاء الإيمان لديننا من تلك الحضارة الزائفة، ولعل من أبرز الأسباب التي تدفع الشباب إلى الإلحاد هي ممارسات الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تنتهج نهج الوحشية والترهيب والذبح باسم الإسلام، والتي صدرت للأسف الشديد مفهوما مشوها لتعاليم الدين، ورسخت للأسف الشديد صورة وحشية عنه. أيها السادة، أختم حديثي إلى حضراتكم بخطورة الإلحاد والتي تتمثل في القضاء التام على فكرة مراقبة الله بالسر والعلن وفقد الوازع الديني الذي يردع الشخص عن الظلم. فمن ذا الذي يمنع السارق؟ ومن ذا الذي يمنع الغشاش؟ ومن ذا الذي يمنع المزور؟ ومن ذا الذي يمنع النصاب عن نصبه؟ نزع القيم الإيجابية من نفس الملحد يقضي على تلاحم المجتمع وعلى تراحمه، يهدم النظام الأسري لأن للإلحاد آثارا مدمرة في الحياة الاجتماعية، إشاعة الفوضى بين الناس، نزع الرحمة من قلوب البشر. فالملحد أيها السادة ينشأ غليظ القلب عديم الإحساس، ليس له مرجعية، والمجتمعات الإلحادية تعيش فيما بينها كما تعيش قطعان الذئاب، كما تعيش قطعان الذئاب، حياة بدون هدف، حياة بلا هدف، والنزوع إلى الإجرام. فلا حرمات ولا محرمات، الكل مباح والكل متاح بلا ضابط ولا رابط. الإنجرار إلى الشهوات وإلى الملذات ثم الاكتئاب والخواء الروحي، ظهور لغة استعلائية وعدائية ضد الله وضد الدين وضد المؤمنين مدعومة بميليشيات الإلحاد. أيها السادة، كيف نطوق الإلحاد ونحد من انتشاره؟ لا بد من تضافر جهود علماء الدين والثقافة والتربية والاجتماع والإعلام وعلم النفس وغيرهم لدراسة أبعاد هذه القضية ومواجهتها، ولا بد من ترسيخ عقيدة التوحيد في نفوس النشأ منذ نعومة أصفاره، ولا بد من تربية النشأ والشباب تربية إعلامية وتربية دينية صحيحة، ولا بد من رصد ما يقدمه الملحدون من شبهات وتفنيدها بمنهج علمي وبأسلوب تربوي مناسب للمرحلة. الاهتمام بالتربية الدينية في شتى مراحل التعليم، لأنه عندما يقوى الدين الصحيح، عندما يقوى الدين الصحيح، والحمد لله مصر متدينة، عندما يقوى الدين الصحيح ينحصر الإلحاد. بيان أن العلاقة بين الدين وبين العلم علاقة اتساق وتكامل، ولا بد من بذل خطاب دعوي تجديدي جديد
يناسب عقول الشباب. أيها السيدات والسادة، إن الواقع الجديد يحتاج إلى إعادة النظر في مناهجنا العلمية والإعلامية والتربوية والثقافية والدينية، لأننا في حاجة إلى عقلية اجتهادية جديدة تصوغ قيم الإيمان بقوالب تتفق مع العقول المعاصرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. سبحانك ربنا، أنت ربنا ورب كل شيء، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل وجهك وعز ثناؤك ولا إله غيرك. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الكلمة من الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جاءت ضمن فقرات هذه الليلة وهذه الندوة التي هي تحت عنوان مخاطر الإلحاد، ضمن ليالي الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، من هنا من مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. ولا أدل أيها الأحباب على نجاح هذه الليالي وهذه الندوات من هذا الحضور الرائع والمشرف والجميل الذي يدل على اهتمام حضراتكم وانجذابكم لمناقشة هذه الموضوعات والقضايا المهمة في محاولة لإيجاد حل يقضي عليها تماما من أجل مصلحة الفرد والمجتمع. أيها الأحباب، هذه الليالي تبثها وزارة الأوقاف عبر صفحة وزارة الأوقاف المصرية، يمكنكم متابعتها ومشاهدتها بعد ذلك إن شاء الله. ومتابعة لهذه القضية المهمة، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد. فالشكر لله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً، ثم الشكر موصول إلى معالي الأستاذ الدكتور الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لهذه الندوات. بالنسبة لقضية الإلحاد والتي هي عنوان محاضرة اليوم، إن أخطر ما يعتقده الإنسان هي قضية الإلحاد. هذه القضية قضية خطيرة، مضمونها وملخصها أنه لا إله. الملحد بيقول مفيش ربنا، وما دام مفيش ربنا يبقى لا يوجد جنة ولا يوجد نار ولا يوجد ثواب ولا يوجد عقاب، فيش حد هيحاسبني. هذه هي فكرة الملحد، والملحد أقنع نفسه بهذه الفكرة المغلوطة
لأنه يريد أن يعيش عشوائيا، عايز يعيش براحته بدون قيود بدون ضوابط، لا تقول له حلال ولا تقول له حرام ولا تقول له ده يجوز ولا ده لا يجوز ولا تقول انت كده هتظلم نفسك وتظلم الناس. هو لا يريد هذا، يريد أن يعيش في الحياة بدون قيود وبدون ضوابط. افعل ما بدا لك. هذه قضية الملحد، وهو بذلك في الأعم بالأغلب غير مقتنع، وإنما يسعى لهذه الفكرة بحثا عن إراحة نفسه، إلا أن الفطرة النقية السليمة تقول بأن هناك للكون إله واحد، قل هو الله أحد. هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فالجميع يؤمن ويوقن بأن للكون إله، ما من مولود إلا ويولد من أول ما ينزل إلى الدنيا، يولد على الفطرة، يولد أن لهذا الكون إله، هناك إله خلق ودبر وكون وصور وخلق سبحانه وتعالى. هذه هي القضية في عمومها. ورسالتي للملحد أننا نتناقش معه سويا، من الذي خلقك إذن؟ إذا لم يكن للكون إله، من الذي خلقك إذن؟ من الذي رزقك؟ من الذي منحك الصحة والعافية؟ من الذي خلق هذا الكون الذي نحياه، شمس وقمر وليل ونهار؟ من الذي خلق هذا إذن؟ قل لي بربك. هذا خطاب وسؤال موجه للملحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل كل شيء ستسمع التوحيد لله سارية، فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. أإله مع الله؟ فخطاب للملحد بأن ينظر إلى هذا الكون، بأن ينظر إلى الأرض وما فيها وبمن فيها، ينظر إلى هذه السماء التي رفعت بغير أعمدة، من الذي رفعها إذن؟ إذا أنت كنت تقول بأن للكون لا إله، عجبت للأرض تنبت الخير لأهليها، فمن ذا الذي يجبرها على إنبات ما فيها؟ وعجبت للسماء، من الذي رفعها؟ ومن ذا الذي من السقوط يحميها؟ وعجبت للجبال الراسيات، من الذي ثبتها؟ ومن في الأرض يرسيها؟ وعجبت للحية العمياء، بين الصخر مسكنها ولا ماء بين الصخر يرويها. فلو تفكر الملحد حقا بإنصاف لعلم أن هناك للكون إله خالق، وما أقدم على هذه الفكرة، وهو بذلك يخالف فطرته. لذلك الإلحاد سموه الميل، الميل عن الصواب، العدول عن الصواب، ومنه أخذ اللحد، اللحد الرجل حينما يموت يلحد، تحفر باستقامة مترين أو ثلاثة أمتار، ثم بعد ذلك تميل إلى ناحية أو إلى جنب، فسمي لحد لأنك تميل من الاستقامة إلى الميل والإعوجاج إلى أحد الناحيتين، لذلك سمي لحد. ومن هنا أخذت كلمة الملحد، لأنه يعدل عن جادة الحق وعن جادة الصواب. فاللهم صل على معلم الناس الخير. عايز أقول للملحد إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما وصل لهذه المرحلة من التشكيك إلا بعد أن قل منسوب الإيمان في القلب. حينما قل منسوب الإيمان في بعض القلوب وصل إلى التشكيك في الذات الإلهية. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن،
ساعة أن وقع في هذه الجريمة رفع عنه حجاب وستار الإيمان. أما لو كان الإيمان مستقرا في قلبه والله ما أقدم على ما أقدم عليه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالذي أوصل الملحد إلى كونه يقول بأنه ليس هناك إله للكون هو البحث عن شهوته وفقط، لا يريد جزاء ولا ثوابا ولا عقابا. عايز أقول حاجة، قضية الضمير ومراقبة الله سبحانه وتعالى قضية مهمة، وهي من أولى القضايا التي يهدمها الإلحاد. الملحد خلاص مات الضمير، ما عندوش ضمير، ما عندوش مراقبة، يسرق ماشي، ما هو ما فيش ربنا، ما فيش حساب، يقتل ماشي، ما هو ما فيش ربنا وما فيش حساب، يسرق ماشي، ما هو ما فيش ربنا وما فيش حساب، يظلم الناس وهكذا. لذلك قضية المراقبة لله سبحانه وتعالى قضية هامة. أصل الدولة مش هتخلي على كل واحد أمين شرطة يراقب أفعاله، مش هتحط على كل واحد كاميرا مراقبة يراقب أفعاله، رايح فين وجاي منين وبيعمل إيه وبيسوي إيه وبيسمع إيه وبيتفرج إيه، أبدا. لابد أن يكون هناك من داخلك مراقبة حقيقية لله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ مش واخد بالك ولا إيه؟ ألم تعلم أن الله يراك؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذه هي بعض الإشارات التي أحببت أن أوجهها لمن يقتنع فكرة الإلحاد. أما نحن فلا بد أن ننظر إلى هذه القضية نظرة معينة. كيف نحصن أنفسنا منها؟ وكيف نحصن أبناءنا منها؟ هذا النشأ، هذا الشباب، ابنه، ابنته، كيف نحصن أبناءنا من خطر الإلحاد؟ التربية، تربية النشأ منذ الصغر على أن هناك للكون إله، على أن هناك خالق رازق يسمع ويرى. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون أبناءهم هذا. كان أحدهم قبل أن ينام يقول لولده: قل الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي، اللهم صل على معلم الناس الخير. حينما ينشأ الولد منذ الصغر وقد استقر في قلبه الله، هذا بمثابة الحصن الحصين له من أي أفكار هدامة تطرأ عليه من هنا ومن هناك. فالاهتمام بالنشأ، الاهتمام بالعلم، الاهتمام بملازمة أهل الدين والمعرفة، الاهتمام بالاطلاع والثقافة الدينية، كل هذه الأمور هي أمور محصنة لمخاطر الإلحاد التي تدمر الفرد وتدمر المجتمع. الملحد لا يعترف بوجود إله، وبالتالي لا يعترف بوجود دين، ما عندوش مشكلة، وبالتالي عقله في مشكلة. عندنا حفظ الدين، حفظ الناس، حفظ الوطن، كل هذه من الكليات التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحققها. الملحد يهدم كل هذا، يقتل، يدمر، يسرق، يكذب، لا شيء عليه، لا رقيب ولا عتيد. هو لا يعترف بوجود يوم آخر أصلا. لذلك وجب علينا أن نفيق وأن نحصن أبناءنا وأن نحصن من حولنا من هذه المخاطر. لا شك أن الشهوات سيطرت بعض الشيء، لا شك أن الانفتاح سيطر بعض الشيء، لا شك أن هناك غفلة
عامة الكثير، ولكن لا بد من إفاقة. تمر الأيام وتنقضي السنون، والناس تلهو والأنام نيام، والناس تسعى للحياة بغفلة لم يذكروا الإسلام والقرآن، والمال أصبح جمعه كتهجد، وتمتع الشهوات صار قيام. قد زين الشيطان كل رذيلة، والناس تفعل ما تشاء حرام. هل تعلم اليوم المحدد وقته؟ الله يعلم وحده العلام. ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت في القبر الشديد ظلام؟ ماذا تقول إن روحك غرغرت، جاء المفرط كي يقول ختام؟ اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. فحصنوا أنفسكم وحصنوا أبناءكم من هذه المخاطر، واجعلوا مراقبة الله سبحانه وتعالى رفيقة لكم في السر والعلانية. الزموا أهل العلم والزموا بيوت الله سبحانه وتعالى، فهي الملاذ وهي الأمان من أي مخاطر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحيينا على الإيمان. اللهم أحينا على الإيمان، وأمتنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة خير الأنام، واجعلنا من صالح هذا الزمان، وبارك هذه الجهود بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الكلمة من الدكتور مصطفى عبد السلام إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة، في متابعة لهذه الندوة الثقافية في إطار الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وزارة الأوقاف من هنا من مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا مع حضراتكم في متابعة لهذه الليلة الثقافية والإيمانية الكريمة ضمن الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية من مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. ناقشنا مع حضراتكم خلال الليلة موضوعا مهما وقضية مهمة، وهي خطورة الإلحاد الذي ذكرنا أنه في معناه العام عدم الإيمان بوجود إله مطلقا. ووصلنا في النهاية إلى أن المتأمل في هذا الكون الهائل بأرضه وسمائه، الناظر في بره وبحره وأجرامه وكواكبه، يعلم يقينا أنه لا يمكن أن يوجد هذا الكون وهذا العالم على هذه الهيئة وهذا النظام إلا بموجد أوجده هو الحي القادر سبحانه وتعالى. هذا الحي القادر، هذا الإله، لا يعتريه الحدوث والتجدد، وهو الرب والإله جل وعلا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. وقال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أيها الأحباب، وفي النهاية نختتم فقرات هذه الليلة بأن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نبقى مع الابتهال والدعاء مع الشيخ أحمد عبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.
سيدنا
عظيمة. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد عبدي، اختتمنا بها فقرات هذه الندوة وهذه الليلة الثقافية الإيمانية ضمن ليالي الأسبوع الثقافي السابع الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية تحت رعاية معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. موضوعنا الليلة أيها الأحباب كان حول مخاطر الإلحاد من هنا من مسجد يوسف الصحابي بميدان الحجاز بمصر الجديدة. ناقشنا خلال هذه الليلة أخطر أنواع الإلحاد وأسباب هذه الظاهرة، ووصلنا في النهاية إلى الحديث عن مخاطر الإلحاد، وتحدثنا عن أن المواجهة والحل تكون باتباع منهج الحوار والإقناع في الرد على شبه الملحدين وإبراز دلائل قدرة الله في الكون وفي خلق الإنسان، ثم التعامل مع الملحد بالحكمة
والموعظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وممن قام على هذا العمل مشكورا، جزاهم الله خيرا، وزارة الأوقاف وكل من هو معني بالحرص على مصلحة الأفراد والمجتمعات من خلال مناقشة هذه القضايا المهمة وإيجاد حلول قاطعة لها. كنا مع حضراتكم هذه الليلة قارئا الشيخ محمد جمال شبانة، معنا متحدثا دكتور أحمد علي سليمان ودكتور مصطفى عبد السلام، والمبتهل الشيخ أحمد عبدين، حضر معنا من رجال الأوقاف فضيلة الشيخ محمود عبد الباقي مدير إدارة الأوقاف بحي النزهة. كنا في ضيافة إمام المسجد الدكتور حمادة القناوي. شكرا لحضراتكم أيها الأحباب، وحتى نلقاكم في ليالي أخرى قادمة إن شاء الله. نشكركم على حسن المتابعة وحسن هذا الحضور المشرف، جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.